يعني بنتكلم مع حضراتكم عن الجولة الآسيوية اللي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة أنها جولة في غاية الأهمية، بدأت بالهند ثم أذربيجان وصولا إلى أرمينيا. والحقيقة زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرمينيا وأذربيجان تعتبر هي الأولى من نوعها لرئيس مصري. أيضا يعني وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرمينيا، ومن المتوقع أن تعقد مباحثات قمة مع نظيره الأرميني غدا. قبل مغادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأذربيجان، عقد سيادته مباحثات مع نظيره الأذري، ولتناولت تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، ومنها التبادل التجاري وتوطيد الشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين من خلال تشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال. وأيضا عقب المباحثات شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأذري التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الثقافة والموارد المائية، وكمان مذكرات تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الاقتصاد الأذرية. عقب ذلك كمان انعقاد مؤتمر صحفي مشترك ما بين الجانبين للوقوف على آخر يعني ما يحدث في هذه الجولة الآسيوية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. معنا على التليفون دلوقتي دكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. ويمكن كنا بنتحدث عن أهمية هذه الجولة في هذا التوقيت ودلالة التوقيت من الهند إلى أذربيجان وإلى أرمينيا. تحياتي لحضرتك، أهلا بك وبكل المتابعين. أتصور أن هذه الجولة هذه الجولة الآسيوية لفخامة الرئيس السيسي تؤكد على أن الدبلوماسية الرئاسية تقوم بفتح مروحة العلاقات الخارجية للدولة المصرية مع كافة القوى والأطراف شرقا وغربا جنوبا وشمالا. لم تعد مصر كما كان في فترات سابقة لا ترى في العالم إلا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وإنما الآن بقينا منفتحين على العالم في مختلف البقاع والأصقاع بحثا عن المصالح المصرية. وأتصور أنه هذا هو مفهوم ولب العلاقات الدولية، والهدف منها أنه البحث عن المصالح وكيف تكون هناك مصالح مشتركة وبحث عن فرص المواطن، المنافع الاقتصادية والاستثمارية والتجارية ما بين الدولة المصرية وما بين كافة الدول. وهذا ليس معناه توجه على حساب توجه، وإنما بالعكس هو تطور في السياسة الخارجية المصرية، فكرة أنه تصفير المشاكل والانفتاح العلاقات الخارجية على كافة الدول تحقيقا لهذه المنافع، ويعني دوران مع فكرة الاستقرار والرخاء، وأن كيف يكون التبادل والحوار الاقتصادي والعلاقات السياسية هي دفت ذلك التوجه بشكل عام. يا دكتور، يمكن حضرتك بتتكلم عن مكاسب اقتصادية لهذه الزيارة، ويمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل بلد كان ليه لقاء مع رجال الأعمال، إذا هو الاقتصاد والمنافع الاقتصادية والمكاسب الاقتصادية من تلك الجولة. بالفعل كما المنافع الاقتصادية والمكاسب الاقتصادية رأس الدولة عندما تقوم بهذه الزيارات بنفسها بشخصها، فهذه تعطي مزيد من التقارب في الأفكار وكافة الملفات الإقليمية والدولية، والوقوف على أرضية سياسية متقاربة ومتشابهة وفيها قدر كبير من التجانس بيوفر الفرصة للتعرف بقى على الإمكانات، إمكانات الدول وعلاقات الدول ببعضها البعض، وكيف يمكن أن تكون هناك استفادات مشتركة، خاصة أنه كل الرؤساء في هذه الدول التي قام بزيارتها الرئيس السيسي أشادوا بدور الدولة المصرية وكيف أنها حققت ذلك الاستقرار وكيف أنها قامت بتلك المشروعات القومية وبتلك الطرق والمرافق وتلك البيئة والبنية التحتية المناسبة الجاذبة لمزيد من الاستثمارات إقليمية وعالمية. وأتصور أنه هذا الموقع وهذا الدور المصري، وأن مصر هي الدولة الوحيدة التي نجت من
يعني ويلات وبرات كل ما قوض أركان الدولة الوطنية القانونية الحديثة ونجت مؤسساتها الوطنية وأضحت متماسكة أكثر تماسكا وصلابة. أتصور أيضا أن موقع مصر باعتبارها بتتوسط، يعني هي سرة العالم على ناصية العالم ما بين يعني أوروبا وأسيا وإفريقيا، وهذا ويعني على بحرين كبيرين، ويعني الممر الملاحي اللي يربط ما بين القارات، يعني كل ذلك وفر لها يعني هذه البيئة، وأيضا يعني ليس فقط محاربتها للتطرف والإرهاب، وإنما إقامتها لمثل هكذا مشروعات قومية، ولإقامتها لبنية تحتية لازمة لأي استثمار، وأيضا هذا الإقليم العبقري، إقليم منطقة قناة السويس وهذه المناطق اللوجستية الصناعية التي توفر هذه الفرص، بتعطي يعني زخما ومعطيات تستطيع أن يكون هناك وحدات إنتاجية تنتج سلع وخدمات، ومن ثم يمكن إعادة تصدير هذه السلع والخدمات بحيث تستفيد من العلاقات مصر المستقرة والقوية ويعني علاقاتها التجارية المفتوحة مع الدول العربية، مع الاتحاد الأوروبي، مع الدول الإفريقية، مع شرق، يعني كل مصر لها دوائر عديدة وتتمتع بهذه السمعة الجيدة، ويستطيع يعني العالم كله، كل الأطراف وكل الدول نجدها أنها بترحب يعني بهذه العلاقات مع الدولة المصرية، لأن فيها إمكانيات ضخمة لتحقيق يعني قيم مضافة ونجاحات ومنتوجات، ومن ثم إعادة يعني التصدير لكل تلك المنافذ الإفريقية والأوروبية والعربية. صحيح دكتور، يمكن هناك حديث أيضا عن دور مصري فاعل في حال حالة الخلاف ما بين أذربيجان وأرمينيا. بالفعل يعني ما هذا الاعتدال وذلك الاتزان وهذه الرشادة والعقلانية في علاقات مصر الخارجية بتعطي لها هذه المكانة وهذه الثقة فيها، وأنها يعني ليست مع دولة ضد دولة، ليس لها علاقة باصطفافات معينة، بمحاور معينة، بتخندقات معينة، وإنما هي تقف على مسافة واحدة من كافة الدول وتبغي السلام وتبغي تبادل المنافع والخيرات والرخاء مع الكل. إذا هذا يعطي لها هذه الميزة، أنه ليس فقط يعني زيارة لأذربيجان، لا، وأيضا زيارة لأرمينيا. وحتى احنا نشاهد يعني برضو في نفس المثال لنا هذه العلاقات الوثيقة مع اليونان والقبرص، وأيضا صحيح. بدأت هذه العلاقات والمصالحة مع الأتراك، مع أن يعني ما بين الأتراك والقبارصة واليونان مثل ما بين أذربيجان وأرمينيا. إذا مصر هي علاقاتها استراتيجية وتقف على مسافة واحدة مع كافة الدول المتخاصمة، وهذا معناه هو يعني نهج جديد في الدبلوماسية، في الدبلوماسية المصرية، تقودها هذه الدبلوماسية الرئاسية، أنها أصبحت لا خصومة لها على الإطلاق، إنما هو البحث فقط عن ذلك الاستقرار، وعن أين المنافع وأين أوجه التعاون المشترك. نعم، مزيد من التعاون المشترك، مزيد من التنسيق، مزيد من الحوار الاقتصادي، مزيد من علاقات سياسية، لأن هذا النهج للدبلوماسية الرئاسية من شأنها بتصطحب معها التكنوقراط والوزراء المعنيين الفنيين ورجال الأعمال، ومن ثم يمكن التعرف على خريطة المنافع والمشاريع المستقبلية. ولا ننسى أن دولة كأذربيجان لها غاز، وعين أوروبا على ذلك الغاز الأزاري بعد هذه الحرب الروسية الأوكرانية، وتصور أن موقع مصر، وتصور أن محطات الإسالة الوحيدة الموجودة في الدولة المصرية، كل تلك يعني بنية تحتية ومعطيات ومفردات وطريق لابد من أن يعني تلجأ له دول مثل أذربيجان. أيضا يعني العلاقات مع أرمينيا، بتجد هذه الجالية الكبيرة الأرمينية في الدولة المصرية، وهذه العلاقات الثقافية، يعني مصر لها تاريخ، مصر لها تاريخ، سواء كان تاريخ سياسي في حركة الانحياز الإيجابي وعدم الانحياز مع الهند، لا نجد يعني من أيام الملكية ذلك التقارب ما بين واللقاءات ما بين سعد زغلول، والاتصالات سعد زغلول أو من بعده مصطفى النحاس مع المهاتما غاندي،
بعد ذلك بيأتي تيتو وجمال عبد الناصر. أتصور إن حدث فترة يعني انقطاع وعدم استثمار لهذه العلاقات، إلا أن ذلك العصر الجديد عصر في مروحة العلاقات الخارجية تتسم بذلك الزخم وذلك النسق الذي بينفتح على كل الشركاء، كل الإقليميين والدوليين شرقا وغربا. صحيح. لا، مصر لا توجه ناظريها في اتجاه على حساب اتجاه آخر، وإنما العلاقات استراتيجية. ليس معنى أن هناك علاقات استراتيجية في هذه الجولة الأسيوية أو الطموح إلى مثل هكذا علاقات أنه على حساب العلاقات الاستراتيجية الأوروبية أو على حساب العلاقات الاستراتيجية الأمريكية، وإنما تضحى علاقات مصر استراتيجية مع أمريكا، مع روسيا، مع الهند، مع الصين، مع حتى الدول التي لم نكن نسمع عنها. يعني احنا شفنا زيارات الرئيس السيسي من قبل إلى دول لم نسمع عنها، فيتنام، الفلبين، الآن أذربيجان، مينيا. كل يعني ما أهمية هذه الدول؟ أهمية هذه الدول هو التعرف على الإمكانات المشتركة وكيف يمكن أن تكون هناك فرص للتبادل والتعرف على إمكانات هذه الدول والاستفادة من الدولة المصرية وتستفيد الدولة المصرية. وهذا هو مفهوم ولب العلاقات الدولية والتنظيم الدولي، أن الكل يصبح يعني وين وين سيتويشن، أو الكل رابح من مثل هكذا علاقات اقتصادية واستثمارية واقتصادية. أتصور أنه يعني تاريخ مصر وميراثها الدبلوماسي والسياسي العريق مع دول عديدة، وأيضا بداية نسج علاقات جديدة مستحدثة مستجدة مع دول جديدة، خاصة أنه هذه الدول يعني هي وريثة الاتحاد السوفيتي السابق، وهي يعني دول وليدة. ولكن هذا لا يمنع على الإطلاق من هذا الانفتاح الكبير والشامل. صحيح. والاستراتيجي فيما يتعلق يعني بنهج الدبلوماسية المصرية التي يعني يقودها أو تقودها الدبلوماسية الرئاسية، التي دائما تبحث عن الفرص، ومن الممكن استغلال هذه المشاكل أو المشكلات أو المحن للولوج إلى منح. من الممكن. صحيح. أن هذه الدبلوماسية يعني تخلق ويعني تولد من المشاكل والمحن المستعصية منح جديدة وعلاقات أكثر إيجابية ومزيد من الاستثمار والتجارة فيما يتعلق يعني بعلاقات مصر الدولية. نعم. بشكل عام. صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا على وجودك معنا في التاسعة.